يسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم ورق عنب حامض حلو بدبس الرمان، شيء لذيذ من الاخر. عندنا ورق عنب معلب اللي استخدمه هنا جودي، من خلال تجربتي انا اشوف انه هو اللي مناسب. بالنسبة للحشوة عندي كوب رز مصري مغسول ومنقوع وصفيته، راح اخلطه مع حبتين بصل متوسطة مفرومة ناعم، حبتين متوسطة طماطم مفرومة ناعم، ورقيات كزبرة وبقدونس ونعناع، حبة متوسطة فلفل رومي مفروم طبعا ناعم، وثلاثة فصوص ثوم. بالنسبة للليمون عندنا هنا ليمون، عصير ليمونتين، وتقريبا ربع كوب دبس رمان، وزيت زيتون راح نخليه للآخر، وعندنا هنا صلصة طماطم. وبالنسبة للبهارات ملح وفلفل أسود وكمون وكزبرة وبهارات مشكلة وشوي بابريكا. كل هالمقادير بخلطهم الحين مع بعض واخليها تاخذ الطعم نص ساعة، باستثناء زي ما قلت لكم زيت الزيتون. زيت الزيتون قبل لا تبدون تحشون عشان ما يعزل طعم التتبيلة. صبيت موية حار على ورق العنب، الحين على طول على السريع بشيل واحدة واحدة واغسلها بالموية الباردة. الموية الحارة تشيل لكم الريحة اللي تصير في ورق العنب وتشيل لكم المواد الحافظة. كذا الحشوة جاهزة، بخليها تاخذ الطعم من ثلث ساعة إلى نص ساعة، بعدين راح نضيف لها زيت الزيتون. بعد ما خليت الحشوة تاخذ الطعم، الحين راح أصب عليها زيت الزيتون وأخلطها مع بعض. وجهزت قدر الضغط الكهربائي وحطيت في قاع القدر حلقات بصل وحلقات فلفل رومي وحلقات بطاطس، وراح اصف فوقها الورق العنب اللي لفيته، واجهز الصوص اللي راح اضيفه لورق العنب. عندي هنا مرقة دجاج مملحة، عصير ليمونتين، دبس رمان، وزيت زيتون. أخلط كل هالمكونات مع بعض ونصبها على ورق العنب. وهذا ورق العنب بعد ما لفيته، بدينا نصفه بقدر الضغط الكهربائي هوميلك بشكل مرتب. نبدأ نصب الصوص فوق ورق العنب، نغطيه تماما. بعدين راح احط ثقالة او اي صحن متوفر عندك، نضغط على ورق العنب ونسكر الغطاء، ونبدا نختار الخيار اللي نبيه والوقت وكل شيء. طريقة التشغيل سهلة، مثلا نختار لحم، بعدين نزيد مدة الطهي نبيها 60 دقيقة. وخلص ورق العنب وفكيت حق البخار عشان يطلع كل البخار واقدر افتح القدر واشوف. الحين بعد ما طلعت البخار بوريكم اياه، الحين بغطيه اخليه يبرد تماما، ما اكشفه، اخليه لين يبرد تماما عشان ما يسود. وما شاء الله تبارك الرحمن، وهذا ورق العنب خلص، والطعم حامض حلو، شيء خرافي، لازم تجربونه. وبالعافيه.